اسمي سعيد فايز محمد، كنا قاعدين انا والاطفال معايا ده السر 7 سنين، واحمد 6 سنين، وعمر وآصف 4 سنين، وبنتي صغيره اسمها تولين عندها شهر. كنا قاعدين بنفطر وفجاه لقينا البيت وقع علينا واتضررنا، والحي جه والحكومه جم معايا من مكان وجم بصوا على المكان والحاله اللي احنا فيها، وقالوا لنا خلاص انتوا روحوا اعملوا اسم في المحضر في القسم. رحنا القسم عملنا واحدة معانا ورحنا النيابة اثبتنا الحالة، وجت لجنة النهاردة عينت برضو المكان، قالت لنا لا انتوا مش هينفعوا تقعدوا في البيت ده عشان البيت ده كده بقى خطر. فاحنا عايزين نعرف احنا هنقعد فين دلوقتي. احنا دلوقتي يعتبر قاعدين عند جيراننا، كل يوم بنقعد عند واحد من جيراننا، فعايزين نعرف بس احنا هنعمل ايه دلوقتي. ايوه انا حالة مقيمة هنا ومعايا اختي واحده، ومعايا في الناحيه التانية ديت، واختي هنا هو، وكلنا موجودين مع بعضينا وعايشين مع بعضينا متعايشين معاهم اطفالهم ودنيتهم. وده البيت اللي ورانا، والبيت اهو الوضع دوت اللي باين الوضع بتاعه عامل ازاي. وادي وقع علينا واحنا قاعدين بيفطروا الاطفال الصغير، اصغرهم طفل حوالي شهر. وادي البيت انهار، انهار على البيت، ومفيش تقريبا بيت عندي نهائي، مفيش بيت نهائي عندي، لا حتى كل حاجة، حتى هدوم العيال، حتى الدنيا، كل حاجة، ما فيش أي حاجة نعيش بيها، حتى البيت كله انهار ودمر البيت عندي. بس 3500 مش قادرة أدفعها، والراجل من نازلة بلاط وتقول لي الحاج هينزل لكم يعني هيفرشني، والله والله وحياة الصباح اللي الصباح زي ما بقول لك يا رب، وانت شايف وكيل عليا. انتوا يرضيكوا اللي انتوا تعملوه احنا راضيين بيه. احنا دي والله مالينا الا هي ديك وربنا، احنا بنقول يا رب. وسيدنا الحسين احنا محبين سيدنا الحسين ومشترك عشان نجل سيدنا الحسين اللي يخليها تمشي من بلدها وتيجي هنا الا محبه لسيدنا الحسين. والله العظيم زي ما بقول لك هو الصعب ما بنكذب. ايه